ها ايه عطفت ولا ما عطفت؟ عطفت عيال 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 الله لا اضحك يلا عيال ضحك يلا ارتفعت ارتفعت شفت تضربني ولد قرب يلا خلينا نجرب الحين الفواكه حلوة كثير نو 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 كذا لا شيء حلو انا في احد براك انا معك لا هذه خطا ما يضحك في احد براك شوف تسوي شلون اشتغلت هذه مدري عاد لا ولا بابا قلب الله يا عيني يا عيال يا عيال لا تزيروا الكاميرا ما هي يا عيال مبروك التصميم يلا يلا حط مداخله هي حط لا لا طلبت كرمت اصعد ونزل ما متحرك ما متحرك والله اخذته خصم كلكم اخذته خصم عارف حركاتهم شنو كلكم اخذته خصم نسكت معه ما نسكت احنا السقم ايش عم تعالي يا اخي امشي حركوه بس يقول ايش ها ركان صار شوي شوي ظهر عندهم طبعا هالعبث بابا جاب لي بالون يا عيني يا عيني احمر واصفر اللون يا عيني يا عيني لا لا انا ودي اتكلم يوم يطلع مناح ايه اهيب يا برايك انت بيقوله قلت قبل شوي لكن اخواني اصروا علي داخل انه ارجع واعيد نفس الكلام انا ممنون جدا اول حاجه صاحب الهديه ومن ارسل الهديه وتحديدا نوفل عبد الله ابن اخيتي عسى الله يصلحه ويخليها ان شاء الله لنا جميعا باذن الله والعيال اصروا انهم عندهم مشاركه ممنون ممنون والله ها يا مسفري وش عندك وش عندك المونه النونه ها اي النونه بابا جاب لي بلون يا عيني يا عيني احمر واصفر اللون يا عيني يا عيني بابا جاب لي بلون يا عيني يا عيني احمر واصفر اللون يا عيني يا عيني بس صغير يا ولد طال عمرك على المشاركة هذه على طول عمرك ورحم والديكم تستاهل تستاهل ما طيح يا دوبه